بواتسون ام تي في. بذكركم مشاهدينا انه اي برنامج اي فقره ما قدرتوا تحضرون mtv.com.lb/replay او حتى ممكن تتابعونا لايف عبر تليفونكم على الابلكيشن الام تي في او عبر الكمبيوتر. موعدنا حاليا على شاشه الام تي في مع مسلسل العشق الاسود، مسلسل تركي من انتاج ضخم وداخله قصه حب وايضا تحقيقات وقصه هيك بوليسيه شوي. خلينا نقول تطورات كثيرة عم بتصير إن كان من ناحية قصة الحب أو من ناحية التحقيقات. خلينا نشوف بعض المشاهد ونتابع. بزمتك ما اشتقتي لي. في حدا طلع وراكم؟ ما بدنا مشاكل. طمن معلم مثل العادة. أنا ما خبرت حدا إنك اتصلت فيني. هيك الأصول. مصاري؟ قلت لك ما في داعي تجيبيهم، بس طالما مصرة إنه نعمل اتفاقية، خلينا نشوف إذا الموضوع محرز. يلا افتحي. وين نص المبلغ الثاني؟ عمر عم بيعاني من حالة يأس من بعد ما حس انه هو صار شخص غير مرغوب فيه من إيلين، وإيلين بتحس انه تصرفات عمر كمان منا كتير مزبوطة، منا كتير طبيعية معها. شركة عائلتها عم تتعرض لأزمة مالية كبيرة وهي عم بتحاول إنقاذها بمساعدة رأفت، ولكن رفض من أصالة انه إيلين تكون هي اللي مسيطرة على الوضع. رح منشوف كمان مشهد منتج. أهلا وسهلا. مرحبا، إن شاء الله ما أكون أزعجتك. لا بالعكس. حضرتك طالب شوربة دجاج وفطر؟ ايه بس التوصيل عندكم كتير بطيء. يسلموا ايديكي. تعي فوتي. لا تخافي هالمرة ما رح احبسك. مسلسل العشق الاسود عم يمرق على شاشة الام تي في من الاحد للاربعاء على الساعة 8:30. أما ليلى فحلقة جديدة من بموضوعية مع مواضيع جديدة عم بيناقشها الزميل وليد عبود مع ضيوفه. خلينا نشوف. الحكومة منقسمة، مجلس النواب معطل، الرئاسة فارغة، السلطة غائبة، القرار ضائع، الأمن يهتز، الضياع يتمدد، قضية النفايات من دون حل. هل يؤدي تكبير الأزمة إلى سلة حلول أم إلى انهيار كامل؟ وليد عبود يفتح هذا الملف مع الوزير السابق